تركن آيات وأخواتها أحلام الطفولة جانبا لتتحمل أعباء الحياة مبكرا، وتمارس مهنة بيع النفايات التي توارثتها عن آبائها. أنا أشتغل من الغواط وحديد. وين توديهن هاي الغواط والحديد؟ غواط بيح. وين توديهن؟ بيح. وين؟ قاد. من يشتريهن منكم؟ قاد وزن. في هذا العالم الملغم بالأزبال والمخلفات ينشطر الناس إلى نصفين كحال كل شيء في هذه البلاد. بعضهم يعتاش على النفايات من خلال المتاجرة بها، وآخرون يعانون الأمرين متضررين منها. والله يما شو احكي لك وليدي، يعني عوائل تعبانة وهاي الزبالة حش ما اقول من نفايات، يعني حرقوها لعبة نفسنا دخانة يعني فد مرة. اهل الكابسات يبيعون بيع لأهل الحلال، يعني بس ما اعرف ايش يبيعوا بنيتي اعذريني. اتهامات يوجهها سكان معسكر الرشيد من المتضررين من أكوام النفايات هذه إلى أمانة بغداد، كونها وبحسب قولهم تبيع النفايات للسكان هنا، بينما تلقي الأخيرة اللوم على الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المعسكر من الدخلاء. كثير من المناطق العشوائية تحيط مدينة بغداد، هذه المناطق هي بدأت هي يعني تخدم نفسها بنفسها عن طريق استئجار كابسات. هذه الكابسات ما عندها مكان تطمر به، والمكان الآمن إلها والأقرب هو معسكر رشيد، فيتم الطمر داخل المعسكر. هنا هو دور القوات الأمنية المسؤول عن مداخل ومخارج المعسكر والسيطرة عليه، هي القوات الأمنية. هناك كتاب للقادة عمليات بغداد يلزم كافة القوات الأمنية بحماية المعسكر وعدم دخول أي آليات تخص طمر النفايات سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلى داخل المعسكر. بيع وشراء النفايات عدة تجارة لسكان مدينة النفايات هذه، والمتضررين من العوائل هنا يتهمون بعضا من موظفي أمانة بغداد ببيع حاوية النفايات للأفراد المتاجرين بالمخلفات والأزبال. من داخل معسكر الرشيد زينب المشاط، التغيير.